عسلامة، هيثم سكوحي، 29 سنة، جون سينياست تونيزيان. عندي في رصيدي 5 أفلام قصيرة، 5 فيلم هو تونيس سندروم اللي عملته مع إنواشن البروغرام كي سوتنو بار نوات. تونيس سندروم هو فيلم يحكي على فوتوغراف أنونيم اللي مغروم بالفيل متاعو اللي هي سنتر فيل دو تونيس. الفيلم هو دوكيو فيكسيون يحكي على علاقة الارتيست بالفيل اللي يعيش فيها، الامباكت والانفلونس متاع الفيل على الارتيست. وثانيا الفيلم يحكي على الاركتكتور متاع الكولونيال متاع تونس اللي هي الباتريمون اركتكتورال متاعنا والحالة اللي وصلت لها اليوم، مي بطريقة أخرى، يعني تريتمون آخر، يعني مانيش نوريو في كارت بوستال بتاع تونس ومانيش زيدا نوريو في الحاجات الخايبة برشا، بالعكس قاعدين نوريو في الجمالية اللي عنا في سنتر فيل وكيفاش يلزمنا نميموريزيو الباتريمون متاعنا ونستحفظ عليه. بالنسبه للاكسبيريونس مع نوات دون لو كادر في البروغرام تاع انوفيشن، الحكايه كانت سوبل على الاخر، يعني طريقه التعامل معايا مشات سوبل على الاخر، والحاجه اللي عجبتني على الاخر اللي هي ما كانش فما تدخل في البروسيس دو كرياسيون نتاعي، معناها يعني كان عندي ليبرتي كبيره على الاخر باش نعمل الفيلم كيما انا نحب، وما صارش تدخلات معناها نتاع هز هكا ولا بدل هكا. دونك فريمون فرحان اللي انا كنت في البروغرام هذايا، و بيان سور فما برشا حاجات باهين وان شاء الله يكون ما احسن. انوفيشن فرصه مزيانه للعباد اللي تحب توري شنو عندها، تحب تعمل حاجه، ان شاء الله يكثروا منهم لي بروغرام هذوما، وان شاء الله يوصلوا للعبيد والعبيد تسمع بهم باش تنجم تعمل الحاجات اللي تحبهم معناها.